اوكي هنكمل مع بعضينا. هنا في عندي اكسبريسيون كده بور زائد فعل في المصدر زائد فوق الفوق زائد اسم الشيء. ايه الكلام ده؟ يعني عشان اعمل حاجه هحتاج لحاجه كده زي ما بيقولي بور جوي الفو ان بالون. علشان ارسم عشان العب يلزمني ايه؟ كوره. بور اكرير عشان اكتب الفو ان ستيلو. يجي يعمل لي كومبليت يكتب لي بور نقط الفو ان بالون اكتب له ايه؟ جوي. بس لازم الفعل يجي في الايه؟ في الانفينيتيف يعني في مصدر الفعل. طيب بور ديسيني الفو دي فتر. اوكي يبقى بور ديسيني عشان ارسم الفو دي فتر. احنا هنا حطينا الفعل في المصدر لان قبليه بور. بعد بور لازم ابص على فعل مصدر يا اما اخر او ار اخره اي ار فعل فير اكرير عليه لازم يجي فعل في ايه؟ في المصدر. نفس الحكايه بعد الفو. الفو يجي وراها برضو فعل في ايه؟ في المصدر. يعني بيقول لي الفو فير لدوفوار يعني انت لازم تعمل واجباتك. تمام؟ طيب احنا هنا لازم نعرف حاجه اللي علينا بقى يقول لي بور اكرير الفو ان كريون سوري ان ستيلو قلم جاف. بور جوي الفو ان بالون. اهو جايب لي بصي النقط هنا جايب لي النقط ايه هنا. طب هنا بور نقط الفو ان كريون بور ديسيني عشان ارسم هحتاج لقلم رصاص. طب بور كولوريي عشان الون الفو دي فتر الوان. بور ديكوبي الفو ان سيزو. تمام يا ولاد؟ طيب دول كده لازم احنا نحفظهم لان ممكن يجي لي فيهم كومبليت. طيب هنا بقى كون جملة. مشكلة بقى كون جملة دي هنعملها ازاي؟ بيجيب لي ايه؟ فيرب في الانفينيتيف طبعا وكلمة ممكن تبقى مفعول تو بي مثلا. طب فابريك يعني ايه؟ احنا لازم نعرف معاني الكلمات. احنا قلنا فابريك ايه؟ يصنع. احط ايه بقى؟ اسهل سوجي احط طبعا الجملة في الفرنسية متكونة من ايه؟ سوجي فيرب كومبليمون. انا هنا مديني فيرب ومديني كومبليمون يعتبر يعني هعمل ايه؟ فابريك ادي جو. جو سهله ده فيرب اخره اي ار هشطب الاي ار هتبقى جو فابريك. معروفه طبعا ان احنا في الفرنسيه ما ينفعش نسيب الكلمه كده من غير ديتيرمينان خالص. اون لو لا اي حاجه تبين لي الكلمه دي ما ينفعش اسيبها كده خالص. يبقى جو فابريك اون توبي اهو. طيب نيجي لواحده ثانيه جوي بالون افيك. جوي ده فيرب من برومي جروب نفس الحكايه هحط قبلي سوجي جو جو. اهم حاجه حضراتكم يعني من فضلكم ما حدش يحط لي جوي زي ما هو لازم اعمله كونجوجاسيون مع ايه؟ مع السوجي بتاعه. يعني اكتب جو مع فيرب مع جو يبقى جو جو افيك لو بالون لازم احط لو. طيب هنا ديكوبي ان رون ان كارتون ها هتبقى ايه؟ جو برضو. عايزين نكتب حاجه تانية اوكي مفيش مشكله ممكن تكتب تو ال ال احمد محمد اللي رايحكو. جو ديكوب ان رون ان كارتون دي كده جمله سامبل خالص. ادي جو فيرب سوجي فيرب كومبليمون انا بقص دايره من الكرتون. طب هنا احمد سابيل هكتب ايه؟ ال سابيل دي ما فيهاش حاجه خالص سابيل احمد. او جو مابيل احمد خلاص. طب اتر اليف اتر احط جو اهو جو سوي اليف. اوكي جو سوي ان اليف. هنا بقى عايزه انبهكم كده كام نقطه في الامتحان ممكن تيجي لنا. تمام ليه سو دوكيومون بوي ريبون او كيستيون. الدوكيومون اللي احنا شايفينه قصادنا ده عادي واحد بيتكلم عن نفسه. اوكي ده واحد بيتكلم عن ايه؟ عن نفسه. طب وده ديالوج ممكن سؤال كده بسيط يقول لي اللي انت شايفه ده حضرتك اسمه ايه؟ اسمه ديالوج. يعني يقول لي الدوكيومون ده عباره عن ايه؟ ديالوج.
طب في الديالوج لازم اخد بالي من كذا حاجة. كام واحد بيتكلم هنا؟ كام واحد بيتكلم؟ لوماتر ده المدرس، حسن ده واحد اسمه حسن، وامنية. يبقى كام واحد بيتكلموا في الديالوج؟ تروا، لانه ممكن يقول لي كام واحد بيتكلم في الديالوج. تمام، اخد بالي اذا في اسامي تانية ولا لا. هنا في مسيو رامي، يبقى اخد بالي ان هو ممكن يسالني عن اسم الشخص ده، مين ده في البتاع. في حاجه مهمه كمان في الديالوج، العنوان، لان العنوان بيجي عليه سؤال يقول لك الديالوج ده بيحصل فين. اون كلاس. تمام، طب سي انا مش بعرف اقرا قوي، يعني انا الدنيا معايا في القرايه مش يعني مش قوي. طب كلمه بونجور دي بنقولها امتى؟ لو ماتين. طب لو قال لي بونسوار هيبقى لو سوار، يبقى ممكن سؤال يجي لي تحت يقول لي ايه الديالوج ده سو باس امتى؟ كون لو ماتين ولا لو سوار ولا لابريميدي؟ قال لي بونجور يبقى لو ماتين، بونسوار يبقى لو سوار. لان في بقى اولاد يقولوا ايه، ايه ده، ده مش كاتب فوق لو سوار ولا لو ماتين؟ لا، بس هو كاتب لك مفتاح. البونجور ما بنقولهاش الا الصبح، يبقى لو ماتين. كاتب لي بونسوار يبقى لو سوار. تمام، طيب والعنوان لازم اعرف، لان بيجي سؤال برضو العنوان، وقلنا عدد الناس اللي بتتكلم ازاي. تمام، طيب هنا السؤال ده برضو اوقات بيجي في الامتحانات، اسمه شاسلنترو، يعني هنشطب على الكلمه اللي مش من نفس العيله. طيب انا هعرف ازاي فيها ليها كذا حاجه. هنا مثلا روج بلو روز ليفر، كلمه ليفر يعني كتاب. انهي الكلمه اللي مش اختهم؟ ليفر. ليه؟ لانها كلها مجموعه الوان ما عدا ليفر يعني كتاب. هنا ديس اونز في دوز 10 11 12 وفي يعني ايه بنت، يبقى هي في، يبقى معنى كده ان هي ممكن تيجي مع معاني كلمات. تمام، وممكن تيجي هنا بقى مانجي فير اتر اكرير. هو المفروض ان دول كلهم افعال من المجموعه الثالثه وده فعل من المجموعه الاولى، بس في ولاد بقى بيحلوها بطريقه تانية، ان ده اخره ار ودول كلهم اخرهم ار او. ماشي، تمام، هنمشيها لانه مانجي برضو كده. كاتب لي هنا توبي كريون ستيلو ليفر. كريون ستيلو ليفر دول ايه؟ حاجات مدرسيه. التوبي تعتبر في وسطهم ايه؟ لعبه. خلاص، يبقى اخد بالي من المعنى واخد بالي من الشكل. تمام، ده كده بالنسبة لشاسلنترو اللي دايما احنا بنحاول ان احنا. بصوا هنا اهو بور فير انتو بي الفو، كتب هالي بور فير انتو بي الفو. اخد بالي برضو ان اوقات انه بيجيب لي خط، الخط ده لازم تكتب بخط كويس عشان اوقات بيبقى عليه سينك بوا. تمام، ايه تاني عايزة اربيهكو ليه؟ هنا ممكن يجيب لي برضو كومبليت على شوازي لو بون جروب اون كلاس لو بروفيسور دي او زيليف ايه. المدرس بيقول للتلاميذ في الفصل ايه؟ جوي او بالون؟ نو، تيزي فو، اسكتوا. لما بتعملوا دوشه احنا بنقول ايه؟ تيزي فو. اون كلاس ليليف دي سون بروفيسور، بيقول الاليف الطالب بيقول للمدرس ايه؟ جو نو كومبرون با، انا لا افهم. تمام، كاسكو سي ده سؤال معروف جدا لغير العاقل، ان انا اسال على ترابيزه كرسي توبي. انا هنا عندي توبي وعندي متر، متر يعني ايه؟ مدرس. يبقى كاسكو سي سي اون توبي. لو جاب لي صوره مثلا هنا وقال لي اكتب كل صوره، طبعا معروف ايه ده؟ ده كال، كريون، سيزو، اليومات، ده إليف. تمام، دي توبي. هنا كمان مي اونورد، رتب الجملة. يعني ان شاء الله باذن الله، يعني لما يجي في الامتحان كده يبقى اللي حاطط الامتحان طيب، ويبقى كاتب لنا اول كلمه اللي هي المفتاح اللي ايه بنقدر نعمل قدام، بس بيبان، لان دايما اول الكلمه الحرف بيبقى ايه؟ ماجيسكول، يعني ايه؟ كابيتال ليتر، يعني حرف كبير، فده اللي هبتدي بيه. خلاص، انا هنا المفروض اصلا عارف معاني الكلمات دي اصلا،
to be pour faire un rond il faut en carton. انا اصلا حافظ ان pour faire une to be il faut un rond en carton. فدي مش هيبقى فيها عندي مشكلة. نفس الحكاية هنا. ايكوت يعني يسمع. ال يعني هي دو لا ميوزيك. احنا قلنا في الفرنسي الجملة ايه؟ اسمية. يبقى هتبتدي بايه؟ ال. ال لازم يجي وراه ايه؟ فيرب. ال ايكوت دو لا ميوزيك. تمام؟ اهو. جو بيجي وراه ايه؟ فعل. يبقى كولوري. لا توبي اون روج. انا بلون التوبي بالاحمر. خلاص؟ دي الحاجات اللي انتوا المهم جدا ان انتوا تعرفوها. هنا لما يجي ده اخد بالي بقى، هو هنا بيتكلم عن نفسه. اخد بالي ما يعني انا واحد اسمه احمد، ادي واحد. في سنه كام؟ في سنكيام.